بعد إعادة تأهيله تم افتتاح الفندق السياحي بحي الملعب في مدينة حمص، وذلك بحضور رسمي. الفندق مجهز بأحدث التجهيزات الفندقية، ويتكون من طابقين، حيث وضع في الاستثمار بعقد بين فرع الاتحاد الرياضي العام بحمص وإحدى الشركات الاستثمارية. عدنا تأهيله من الصفر. الفندق كان وضعه مأساوي نتيجة الأعمال التخريبية اللي صارت اللي عنا بالبلد. أزلنا البنى التحتية القديمة بالكامل. الفندق حاليا هو 28 غرفة بيناتهم 4 سويتات، بالإضافة في عنا الصالة السفلية اللي هي مطعم ولوبي. الفندق هو تصنيفه السياحي عبارة عن نجمتين، ولكن إن شاء الله حنقدم خدمات، وحتكون خدماتنا بتوازي الثلاث نجمات وأربع نجمات. هدفنا نعكس صورة مشرقة وصورة جيدة عن السياحة ببلدنا. عودة الحياة السياحية لمحافظة حمص بشكل كتير كبير أدى لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالقطاع السياحي. نحن بعام 2021 تم تأهيل 28 مطعم من عدة سويات. الحقيقة الموسم السياحي بمحافظة حمص كان كتير له قلق بهالعام هذا، عودة المغتربين للمحافظة، وعم نشوف تطور كتير كبير للحركة السياحية، وطبعا في فعاليات كتير رح تفتتح من هون لنهاية العام. طبعا افتتاح الفندق رح يكون هو جزء من حل مشكلة الفنادق بحمص، وإن شاء الله في خطة جديدة رح ينحكى عنها بالأيام القليلة القادمة بتخص هالموضوع هذا. أنا بعتبر افتتاح فندق هو شيء كتير مهم كمحافظة حمص وكحركة رياضية، وبالآخر عائدات استثمارية هي للاتحاد الرياضي، وهذا شيء كتير مهم. افتتاح الفندق يشكل إضافة للقطاع السياحي بحمص، وسيسهم في تعويض نقص عدد الفنادق ضمن المدينة، خاصة مع تعافي قطاع السياحة وعودة نشاطه الملحوظ في المحافظة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي. الأخبارية السورية، وسام ديوب، حمص.